Bismillah. دخل الجنود الصهاينة الأقصى المبارك بأحذيتهم يوم الأحد الموافق 2/6/2019. هاجموا الإسلام في عقر داره وأهانوا صلاح الدين بقرب منبر كرامته وأطلقوا قنابل الغاز والرصاص داخله. وأنتم أيها الحكام العرب المطبعون كنتم تتمتعون بأعمق شهواتكم وملذاتكم. أنتم لا تستحقون لا الأقصى ولا القدس ولا مقدساتها. من داخل المسجد من عن منبر صلاح الدين. في داخل المسجد حسبنا الله ونعم الوكيل. تطير بعض حكام العرب والمسلمين منا نحن الفلسطينيين وتشاءم، نستهجن نحن أمرهم. نحن علمنا أطفالكم وبنينا قصوركم وغرسنا أرضكم وسيرنا في البحار مراكبكم، وتطبعون مع من أذلوا القدس والأقصى والقيامة وانتزعوا منكم حيفا ويافا والرمل واللد وعكا وبيسان وبئر السبع وثرواتها في البحر والبر والسماء. ترتمون في أحضان من طردوا وهجروا شعبكم وهدموا 480 قرية مع جوامعها، واقترفوا بحق شعبكم الفلسطيني أكثر من 270 مجزرة ومذبحة، وشنوا الحروب على غزة وعلى دولنا في مصر وسوريا ولبنان والعراق وذبحوا شبابنا فيها. أليس ذلك لأنكم جبناء مهزومون؟ وحرصا على نزواتكم وكراسي الحكم وعبادة المال وشهواتكم، عدوكم جاثم على صدر الأقصى يخنقه حتى الموت ويذل وينهي فتحكم الإسلامي لفلسطين، ويلطخ نقاوة عهدتكم العمرية مع المسيحيين، وارجعكم إلى أعقابكم أذلاء مهزومين. يا قادة العرب والمسلمين، يا قادة العرب والمسلمين، تطبعون مع إسرائيل وتطبيعكم معهم يحمل في ثناياه تخطيطا لتمزيق الهوية العربية ووحدتها، ويخفي هذا التطبيع بعدا
لإيقاظ هويات بائدة، هويات بائدة كالأرامية والسريانية والفرعونية وغيرها، استعدادا لتمزيق الوحدة العربية ثم الاستيلاء على ثرواتها، فلا يعود العرب يشكلون قوة ممكنة أن تتصاعد مرتكزة على دين واحد ولغة واحدة وقومية واحدة. إن بحر التطبيع الذي تسبحون فيه أيها الحكام المطبعون، مياهه وشواطئه غدارة، ستغرقون فيها. ما يجري اليوم في القدس سيجري في مكة والمدينة بالتأكيد، فهذا مخطط الصهيونية إسرائيل الكبرى. بعد أن اعترفتم ووقعتم أن اليهود المساكين لهم الحق أن يعودوا إلى فلسطين لأنها أرض الميعاد، وأن يكون لهم فيها وطن قومي، ما رأيكم يا قادة العرب الأشاوس أن تكتبوا لهم عهدة سعودية خليجية تجعلون منها منهج حياة بينكم؟ ألستم أعظم من عمر بن الخطاب؟ شوهوا تاريخ هذه الأرض المقدسة سترضى عنكم الصهيونية. ولكن ستتقيأكم القدس والأقصى ومقدساتها. أيها الفلسطينيون الشجعان ويا أحرار العرب، لا القدس ولا الأقصى ولا المقاومة في فلسطين تركع إلا لله. لنا ولكم، قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فنحن وإياكم وحدنا سيوف الله المسلولة على رقاب المطبعين ورقاب إسرائيل لتحرير كامل تراب فلسطين التاريخية. والسلام عليكم.